من غير رقم 10. لا تجيبي الرقم 10، اذكري رقمين حاصل جمعهما 14 7 7 7. آلة موسيقية ارتبطت بالمقام. بسرعة بالمقام؟ بسرعة. اللحن. اسم حيوان يبدأ بحرف الميم. يلا. مردانة. مكان تخفضين فيه صوتك. ترى السؤال. مكان للأسف. لا انت تقول لي باس، اذا ما سمعتي او فهمتي تقول لي باس. راحت عليك هواي نقاط، خلينا نشوف النقاط اللي جبتيها. اذا 5 اسئله سالناك وبدنا نشوف النقاط. السؤال الاول كان من غير رقم 10، من دون الرقم 10 اذكر الرقمين حاصل جمعهما 14. قال 44، افتهم السؤال غلط، اجى صفر. انت قلتي 7 زائد 7 وهذا صح، وسبعة زائد سبعة 20 نقطة. السؤال الثاني، آلة موسيقية ارتبطت بالمقام، قال كمان 12 نقطة. ضعيف، والجوزة والسنطور والقانون. انت قلت اللحن موجود في كل، يعني ما له علاقة، مو آلة. انا اقول آلة موسيقية. السؤال الثالث كان اسم حيوان يبدأ بحرف الميم، قال المطي 12. انت قلتي مردانة، والمردانة هذه ايضا جابت لك يعني اكو ماعز، مو صح؟ اكو المحار. والسؤال الرابع، مكان تخفضين فيه صوتك، قال مستشفى 20 نقطة. اخذ انت ما جاوبتي، خلص الوقت عليك، لانه طبعا دار عبادة، المأتم، قاعة درس. السؤال الخامس، شيء نطويه، قال الملابس، 30 نقطة. أخذ أنت الوقت، أنت عندك أكو نطوي صفحة، نطوي ماضي، نطوي الملابس مثل ما قالوا 104، نطوي الفراش. مع الأسف لم تحققوا النتيجة. تفضلوا، تفضلوا يمي، تفضلوا يمي، حتى نرحب بكم ونقولكم لكم نقول لكم مبارك. تفضل يمي أخ، تفضل يمي، مبارك لكم باسمكم أعزائي المشاهدين، نقول لهم مبارك تأهلكم ليوم غد مع عائلة عراقية جديدة. أما أنتم أعزائي المشاهدين تبقون أنتم دائما في قلوبنا وأنتم الجائزة. أقول لكم تصبحون على خير، بعد أن أقول لكم سأبقى معكم دائما وأبدا باستمرار إن شاء الله. تحياتي لكم وتحيات كادر العمل في مال الله. مع السلامة.